كيف كان؟ هل هو كان صعب؟ الحقيقة أنا بعتبر نفسي محظوظة دائما، وما في شيء يجي من لا شيء. لازم يكون في أولا طموح كتير عالي، وتكون سقف طموحك كتير عالي لحتى تقدر تخرق أو تكسب ثقة الناس اللي يستدعوك يبعثوا لك أدوار. أنا بالنسبة لي اختراق الدراما السورية من وجهة نظري هو أصعب كثير من الدراما المصرية. ليش؟ إنه الدراما المصرية أو السينما المصرية مفتوحة، باب مفتوح على مصراعيه تاريخياً، يعني حتى بالخمسينات بالسينما أغلبية النجوم كانوا عرب، يعني من سوريا، من لبنان، فريد الأطرش، أسمهان، صبوحة، يعني صباح، كانوا يعني مصر كانت جامعة كل هدول النجوم وعملت منه نجوم كبار بالدراما أو السينما المصرية. بالنسبة للدراما السورية هي حالة خاصة جدا، مثل ما كان عم يحكي الأستاذ باسم ياخور، حالة خاصة جدا، حالة طلعت من نفسها. يعني تكوين الدراما السورية مختلف جدا. فاختراق الدراما السورية، أنا جاية من الجزائر، من المغرب العربي، كان عندي خوف وكان عندي تحدي إنه ياخذوني على محمل الجد، إنه أنا جاية عم اتعلم من الأرض، من أساتذة كبار عمالقة. يعني بالنسبة لي أنا كنت نشوفهم، يعني كان عندي أدميراسيون لإلهم فظيعة. فالخوف، هذا الخوف اللي خلاني يعني أدعس على مشاعري وفوت. فبالتالي ما كان سهل بالأول، كان عندي عائق اللهجة كمان، تحديت نفسي. وفي شيء في شيء كتير مهم، لما بتكون ببداياتك ما بتكون تخاف. هلا انا بالنسبه لي ما بيكون عندك خوف، كل ما كبرت بالعمر وبالاسم وبالمشاريع صارت اكبر واهم، كل ما صار عندك خوف. صح. لانه بالبدايات رح تتحاسب على قد حجمك، ولا عندك شيء تخسر على قد حجمك. صح. الفني طبعا. ربحت، تقدمت خطوه الى الامام. بالضبط. خسرت، خلص بقيت بمحلك.